اهلا بيكم حلقه جديده على قناه نوادر. النهارده احنا موجودين على الطريق ما بين القاهره الاسماعيليه عشان نروح بلد المانجا. محافظه الاسماعيليه اكتر بلد بتصدر مانجا من مصر لكل دول الدنيا. الميزه السنه دي ان المانجا اسعارها منخفضه بنسبه اكتر من 50-60% عن السنه اللي فاتت والمواسم اللي قبل كده. في الجوله دي هنتعرف على اهم الاسواق اللي بتبيع المانجا، وكمان هناخدكم في جوله جوه المزارع عشان تشوفوا الموضوع عن قرب. استنوني لحد اخر الحلقه، محدش يروح بعيد، يلا بينا. دي كده مانجا عويس مستوي على الشجر. دي كده مستوي على الشجره كده. بص حضرتك، بالنسبة للإنتاج هنا السنة دي غزير زي ما أنت شايف كده. بص إنتاج، بص على الشجرة، يعني نسبة الإنتاج بتاعتها طرحة يعتبر من الخشب ده في موسم، يعتبر كده هي في نص الإنتاج بتاعها، يعني كده نص الإنتاج نزل، استوى ونزل، ده فضل النص عليها. موسم المانجا يبدأ من 1/8 1 أغسطس بيقعد معاك 3 شهور. يعني يخلص في نوفمبر، في اول نوفمبر يكون خلصان موسم المانجا. لكن المانجا السنه دي انتاج زي ما انت شايف كده غزير، الشجره طالعه من بره ومن جوه. بتفهم بقى في شغلانه المانجا دي؟ اكتر نوع مانجا بتحبه ايه؟ العويز. ده نوع حلو صح؟ احلى نوع. بتفهم بقى في زراعته، يعني تعرف ده استوى على الشجره ولا لسه ما استواش ولا ايه؟ من النوع الاحمر الجميل ده اسمه ايه؟ ده اسمه نعومي؟ جميل ده. وكيلو كام منه ده؟ ب30. حلو ده، رخص بقى السنه دي، ما كانش كده السنه اللي فاتت. تحب تيجي هنا على طول باستمرار وتقعد هنا مع باباك كده؟ تحب الشغلانه دي يعني؟ برافو عليك. شاطر في المدرسه بقى على كده ولا مركز بس في المانجا؟ برافو عليك. الاسعار السنه دي عامله ازاي مقارنه بالسنه اللي فاتت؟ يعني قطعين، يعني السنه اللي فاتت كان مانجا ب 30 جنيه و 25 جنيه، السنه دي ب 10 جنيه. يعني قول لي كل نوع بكذا، العويس بكام، الهندي بكام؟ العويس ب 20 جنيه. العويس ب 20 جنيه. السكري ب 10 جنيه. وكان السنه اللي فاتت بكام العويس؟ كان ب 40 يعني؟ 50 جنيه. 50. تمام. كليتنا ارزاقيه على باب الله. ونحمد الله ونشكر فضله. الناس كلها في نعمه والحمد لله والشكر لله. احنا عندنا في القاهره المانجا غاليه جدا، طبعا اقل من السنه اللي فاتت. بس ازاي هنا ما شاء الله؟ هنا ما شاء الله بقى بيصلي على النبي. بيجونا بتوع القاهره ما شاء الله بياخدوا كل حاجه حلوه من عندنا هنا، بنكرمهم برضو عشان هم طبعا جايين من مواصلات وجايين من بعيد. بالظبط. واحنا مالناش بركه الناس الحلوه. الله يخليك. اسمك كله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب، كله ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين جميعا. شكرا. الانواع اللي عندك ايه قولي لنا؟ عندي عويس. ده ايه ده؟ ده زبده. زبده. بكام الزبده؟ الزبده انا بجيبها ب 10 تمام للفلاحين، وانا ورزي بقى بقول ب 12. وفي اللي بتجيبي من المزارعين مباشره ولا من تجار جمله؟ لا، بجيبها من اهل الفلاحين اللي هنا ديت. شويه لقيت ما لقيتش. لو حد جاب لي شويه برضه عندي. وما بتنزلش على 10. ودي؟ ودي عويس. دي عويس بكام الكيلو؟ يعني انا بجيبه ممكن اجيبه ب 23 ابيع ب 25. حلو، جميل جدا. حلو زي الفل. حلو زي العسل. في انواع تاني عندك ولا؟ عندي السكري الابيض. فين السكري الابيض ده؟ السكري الابيض دوت. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ده بكام يا حاجه؟ دوت برضه بيبدا من 13 12 جنيه. وعندي
تكون نظيفه وتكون حاجه نظيفه. بيوزنها برضو ممكن انا اقول له 12 جنيه لو وزنها على 11 جنيه حلوه نظيفه من فوق زي من تحت. جميل جدا. وعندي سكري ممتاز. ممتاز ده بيبدا من 25. ممكن الزبون لو قال لي 20 والاثنين ب 35 ممكن هبيع. الزبده دي ب 10 جنيه وب 7 جنيه كمان بنشوفها في حتت ثانيه. دي يمكن عشان كمان بيعرفوا يخزنوها وبتعيش فتره اطول. في ناس تعمل اكلات بقى بالمانجا دي حلويات يعني شيء تورته بالمانجا موز شوكولاته بالمانجا مش عارف ايه بالمانجا مش عارفه. لكن انت التخصص بيع بس. بيع بس لكن ما تعرفيش تعملي حاجه ثانيه ولا حتى عصير. عصير ماشي. ربنا يكرمك ويوفقك يا رب باذن الله. العويس احنا عايزين العويس فعلا. كام العويس؟ 20. السنة اللي فاتت كان بكام والاسعار نزلت ازاي؟ السنة اللي فاتت كان غالي 60 و50 وسبعينات وجاي السنة دي المانجا مش من بسم الله ما شاء الله. ايه يعني السبب يعني التغيرات المناخ السنة اللي فاتت كان في مشكلة ما اتكررتش السنة دي؟ لا هي المانجا سنة وسنة. سنة بتلاقيها محملة وسنة تلاقي الشجر بيبقى احنا في الموسم الكويس بقى دلوقتي محمد. السنة دي بسم الله ما شاء الله خير كتير يعني. زبدة ب10 وب9 وب8 والسكري برضه. يعني تقريبا كان ضعف السعر ده السنة اللي فاتت تقريبا. لا ضعف وزيادة كمان. ضعف وزيادة. يعني العويس بنبيعه ب20 جنيه وممكن كمان اليومين اللي جايين يبقى ب15. وريني كده شاورني على كل حاجة وقول لي سعرها. العويس. اسماعيلاوي سقط ب20. ب20. الزبدة الاصناف دي كلها يعني المانجا المفترض فيه كام نوع منها؟ فص عويس. لا المانجا انواع كتير بتعدي ال 80. انتوا بس الاغلب اللي بيشتغلوا مثلا في 5-6 انواع المشهورين معروفين. مشهورين اللي هو العويس والهندي والزبديه تمام والنعوم كده يعني. في بقى حاجات تانية اللي هي بتاعت التخزين اللي هي الاحجام دي اللي هي الزبده الكيت. طب وافضل حبايه تتعمل عصير ايه هي؟ الزبده. الزبده احلى حبايه مانجا للعصير تظبط الدنيا دي. كطعم كريحه وكلون حتى اللون بتاعها في العصير بيبقى لون حلو. حلو قوي. الله ينور عليك. كل سنه طيب. وانت طيب. شكرا ليك. الله يخليك. سوق الجمعة في اسماعيلية. انا بقى معايا بعمل عصير تمر هندي وصوبيا وريسوس وكركريه. حلو قوي. طب وفي موسم المانجا ده ما ينفعش تعمل مانجا؟ بعمل بس طلب ولا هنا طلب هنا كله بيحب ياكلها. العصيرة دي عصيرة في البيت. هي المانجا حلوة مفيدة كل حاجة. هنا في مانجا رخيصة خلي بالك. لكن انت كراجل بتاع عصير ما اشتغلتش في قصة المانجا ده قبل كده؟ احنا بنقول اسماعيلية بلد المانجا. عارفها والله. كنت بشتغل فيها الأول. بشتغل فيها عصير عادي. كنت بشتغل فيها. عايز اعملها بعملها بس بتخلص برضه. بعملها شوية حلوين. بعمل حبة حلوين. تمام ماشي بعملها. هاخد منك ماشي. انا دلوقتي شغلي الاساسي تمر هندي وصوبيا ورسوس والحمد لله مقبوره. حلو قوي. والاقبال شغال تمام معاك؟ شغال تمام والله الحمد لله. كل حال كله ماشيه تمام. اكتر حاجه بتحبها ايه؟ اكتر حاجه بحبها الساتر المربان. الساتر المربان بس. ربنا يكتب لك الخير والساتر يا رب. امين يا رب. لا ويبعد عنا اولاد الحرام. اللهم امين يا رب.